السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 7 من سلسلة تمارين درس معادلة مستقيم. إذا التمرين يقول: المستوى منسوب إلى معلم متعين منظم OEG، نعتبر النقطتين A و B. سؤال واحد: حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB. السؤال الثاني: أنشئ المستقيم AB. إذا تحديد المعادلة المختصرة للمستقيم AB، إذا أول خطوة دائما مقارنة إحدى أفصول A و B. إذا الأفصول ديال A هو 1، الأفصول ديال B ناقص 3. إذا لدينا XA تخالف XB. بطبيعة الحال الخطوة لا ممكن ما نديرهاش، بطبيعة الحال إلا لاحظت بأنه XA تخالف XB ممكن مباشرة ندير المعادلة المختصرة تكتب على شكل Y تساوي MX زائد B، ولكن مزيان تعلموا نكسبوا هذا الشرط هذا، لأن في حالة إلا كان XA كتساوي XB فبطبيعة الحال المعادلة كتكون هي X تساوي XA، وبالتالي ما يمكنش المعادلة تكون على شكل Y تساوي MX زائد B. إذا لدينا XA تخالف XB، إذا معادلة AB تكتب على شكل Y تساوي MX زائد B. هنا راه ماشي دائما MX زائد B، راه هاد M و B عددا يمكن لي نعوضهم بأي عددا. إذا ممكن تلقاو مثلا في التمارين الأخرى أو يعني في فيديوهات أخرى مستعملين مثلا M إشارة B إشارة أو A AX زائد C مثلا، فالمسألة مسألة يعني تعني نفس الشيء. إذا نحدد M اللي هو الميل. M يساوي ماذا؟ يساوي الفرق ديال الأرتوبة النقطتين على الفرق ديال الأفصولين ديالهم. إذا XA أو YA ناقص YB على XA ناقص XB. إذا نعود YA قيمة ديالها اللي هي ناقص 1 ناقص YB اللي هي 3 على XA اللي هي 1 ناقص XB اللي هي ناقص 3. إذا 1 ناقص ناقص 3، إذا ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4، 1 ناقص ناقص هي 1 زائد 3، إذا ناقص 4 على العدد 4، إذا نختزل ب 4 يبقى ناقص 1. إذا معادلة المستقيم AB تصبح على هذا الشكل: Y تساوي إذا M هي ناقص 1 يعني ناقص X زائد B. إذا B الأرتوبة عند الأصل، إذا A تنتمي إلى AB. إذا ماذا يعني؟ يعني أن إحداثية A تحقق المعادلة، أي إذا YA تساوي ناقص XA زائد B. إذا أي كنعوض YA بالقيمة ديالها اللي هي ناقص 1 تساوي XA تساوي 1، إذا ناقص 1 زائد B. إذا B ناقص 1 كنديها للطرف الثاني غترجع 1، إذا هي 1 ناقص 1 تساوي 0، وبالتالي معادلة AB هي إذا لقينا ب صفر يعني Y كتساوي لنا ناقص X. إذا هذه هي المعادلة للمستقيم AB. ندوزو دابا الإنشاء الهندسي. السؤال يقول: أنشئ المستقيم AB بحيث A إحدى سيد ديالها 1 ناقص 1 و B ناقص 3 3. إذا طبيعة الحال لإنشاء مستقيم يكفي تحديد نقطتين، وحنا عندنا نقطتان ينتميان إلى هذا المستقيم، وبالتالي يكفي تحديد هاد النقطتين في المعلم ومن بعد رسم المستقيم. إذا كنحددو النقطة A إحدى سيد ديالها 1 ناقص 1، إذا الأفصول هو 1 والأرتوب ناقص 1، إذا التقاطع هذه جنة في هذا المكان هذا. إذا هذه هي النقطة A A 1 ناقص 1. النقطة B ناقص 3 3، إذا ناقص 3 أفصل هو الأول الأرتوب 3، إذا غتجينا B في هذا المكان هذا.
إذن ب ناقص 3 3. إذن من نقطتين أول ب المستقيم يمر من نقطتين، وبالتالي غيكون كيمر من الأصل المعلم كذلك، لأن المعادلة لقيناها إكري كتساوي لنا ناقص إكس، يعني يكون عبارة عن دالة خطية، تمثيل المبيني دالة خطية، وبالتالي هذا هو المستقيم، الإنشاء الهندسي للمستقيم أ بي.